يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الناس إذا قلت له إن الولي لا يخلق قال الله قادر على أن يجعله يخلق ويرزق. لا إله إلا الله، شوف العمى والعياذ. طيب الله قادر على أن يجعله يخلق وتعبده من أجل هذا، لأن الله قادر، اعبد الله الذي هو القادر. أما اللي ما يخلق إلا إذا الله أقدره هذا عاجز. نعم.